رح نحكي اليوم بمساحتنا الطبية سلمى عن متلازمة النفق الرزقي، هي من المشكلات الصحية المتزايدة في العصر الحالي التي يعاني منها الكثيرين وخاصة عند السيدات. هي ناتجة عن ضغط العصب المتوسط. شو أسباب الإصابة بالنفق الرزقي وشو علاجها؟ أكيد هذا الشيء وهذا المحور حديثنا حيكون مع الدكتور جهاد عابدين، أستاذ في كلية الطب البشري واختصاصي في جراحة العصبية. سعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا. صباح النور. أهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. يعني بداية خلينا نعرف الناس بشكل مبسط بشكل أوضح شو المقصود بمتلازمة النفق الرزغي. هلا متلازمة النفق الرزغي واحدة من المتلازمات بنشوفها في إصابة ما يسمى الأعصاب المحيطية. في عنا نوعين من الاعصاب، في اعصاب مركزيه بنسميها اعصاب القحفيه بالدماغ بالراس، مسؤوله عن الشم والذوق والسمع والبصر و و و وفي شيء اسمه الاعصاب المحيطيه اللي تعصب اعصاب الطرفين العلويين والطرفين السفليين. هلا بالطرف العلوي في عنا ثلاث اعصاب محيطيه اللي هن العصب المتوسط او العصب الناصف موضوع حديثنا، في العصب الكعبري وفي العصب الزندي، هذول اللي مسؤولين عن حركه الاعصاب الطرف العلوي. هلا مثال لما يصير في عندنا اذيه في اذابه العصب ما بتعطي له متلازمه خاصه فيه، مثلا العصب الكعبري اللي شاع كثير انضغاطاته بوضعيات المعيبه بيعطي شيء اسمه هبوط يد، يعني بيجي المريض يده هيك ما بيرفع اسمه هبوط يد، فورا اصابه عصب كعبري بغض النظر عن السبب، وغالبا بيكون عله ميكانيكيه او سوء وضعيه. اللي عنده اصابه عصب الزندي وخاصه عند السيد او الاشخاص اللي بيستخدموا دائما اعاده الارتكاء، بصير في عندهم هالاصبعتين يصاب خدر نول وكهرباء، بصير وضعيه عندهم بنسميها يد المخلب بنسميها. نجي على العصب الناصف اللي هي مساره بهالمنطقه هون في الناحيه الاماميه للرسوخ، لما يصاب فبصير في عنده اصابه باعراض معينه بسبب انضغاط مسار العصب ضمن قناته في هالناحية الرسوخ الأمامية، فبيعطي منظر نسميه يد القرد. هلا السبب هو في نسميه صفاق عضلي بهالشكل، نسميه قيد القابضات عضلي مثل العضلة العامية بتغطي هالمنطقة، بيكون العصب الناصف ماشي تحت تماما. لما تتسمك السماكة هي بتضغط العصب تبدأ الأعراض. هاي ما هي متلازمة النفق الرسوخ. نعم، يعني يا دكتور يمكن هلا نحن عرفنا مشاهدينا عنا بهيك بشكل عام، لانه في كثير اشخاص يمكن بدها تقول شو هذا الموضوع اللي يعني احنا عم نحكي فيه، طبعا حضرتك عرفت لهم اياه بطريقه مفصله. خلينا نحكي عن الاعراض، يعني ممكن نحن امتى بنعرف انه نحن صار معنا هيدي المتلازمه؟ اعراض المتلازمه نفق الرسوخ اولا هي من ما يسمى بالعاميه نحن خبز الجراحه العصبيه. يعني فهي حالات شائعه جدا، ما هي حاله نادره، متكرره، يعني كل اسبوع في عنا على الاقل اربع خمس عمليات نجريها اللي عمليه تحرير العصب بسبب متلازمه نفق الرسوخ، فهو من الحالات الشائعه. هلا هو يحب النساء اكثر من الرجال هذا المرض، خمسه لواحد من كل خمس اصابات خمسه تكون عند المراه مقابل الرجل. السبب احصائي حقيقه تدخل فيها لما نشوف الاسباب، انه اليد العامله والشغل كثير وهالامل ممكن يكون احد الاسباب المؤهبه ليش عند النساء اكثر. اعراضه عاده بيجي بعرضين رئيسيين هن الالم، الم وخدر على مسار العصب، فهو العصب الناصف هو بيعصب المنطقه بنسميها راحه اليد وعضلاتها وثلاث اصابع ونص بنسميها، يعني نعم. الاصبع الابهام والسبابه والوسطى ونصف البنصر، هدول هن بيعصبوا. فالمرض بيقول لك عندي الم شديد براحه ايدي مع خدر نمل بيجي عم فرك ايده هيك بالاصابع يا دكتور. تشتد الاعراض صباحا عند الاستيقاظ، تشتد عند الاستيقاظ صباحا، وهي بتكون بشكل دائم يعني وتزيد مع الوقت. هلا اذا تاخر فيها اذا حدا عنده انتفاخ هون مثلا لا هذا يختلف، هذه كثير شائع الانتفاخ بالعاميه بنسميها كيسه معصميه. هذا كمان من الشغل؟ من الشغل ردود متكرره، بس هي ليس علاقه بالاعصاب اطلاقا. تمام. هي حاله بالاوتار، ما بين الاوتار بتطلع كيسه في المنطقه، هذا اختلف الكلام عنها. نحن بنحكي العصب بيكون مساره بهالمنطقه بالوجه الامامي بيعطي اعراض الالم والخدر والنمل، وخاصه عند الاستيقاظ صباحا احيانا في يعني يقوم بالحركات الدقيقه عد مال كتابه الى اخره. وهي عند النساء انه اكثر من الرجال. نعم. تشخيصها سهل لانه نعتمد على شغلتين فقط في التشخيص، الاعراض السريريه فقط الشكاية وفحص السريري مشان يميزوا عن ما يكون سببه من الرقبة مثلا. اثنين شكينا بنعمل شيء اسمه تخطيط الأعصاب، بتخطيط الأعصاب يكشف 100%
قديش سرعة النقل العصبي، وبالتالي أنا عندي فعلا مضغوط هذا العصب عند مساره في قناة نفق الرسوب. فتشخيصه سهل، سريري وتخطيط أعصاب، ما بده لا صورة ولا تحليل دم ولا برنامج مغناطيسي ولا شيء آخر. طيب دكتور، خلينا نحكي، يعني مثل ما قلت في إله يمكن وجه واضح عند النساء لأسباب ممكن يكون العمل أو حتى طبيعة المرأة والأعمال اللي بتقوم فيها اللي بتحتاج لدقة كتير تستخدم إيديها مثل ما بنقول بالبيت بالشغل إلى ما إلى ذلك. خلينا نقول هل في إمكانية أنه أنا ما أنصاب بهذا الشيء كسيدة إذا اتبعت خطوات معينة؟ هل في عادات خاطئة ممكن تزيد الإصابة؟ شو ممكن؟ هلا خلينا نتعرف هذا عن أهم الأسباب أو العوامل السمية المؤهبة لحدوثه، وبالتالي هل فينا نستبق مصير الإصابة. هلا أكثر أسباب هو يسمى الردود المتكررة، لذلك عند النساء موضوع هالحركات حفر كوسة وما شابه وشغل البيت وعصر ومسح و هي ردود متكررة مع الوقت. هي خلي كل اللي عم يسمع مشان يعرف انه لازم يساعدوا. عند الرجال بيقابلها مثلا اللي طبيعة عملهم في هالحركة، مثلا عامل على الكامبريس دائما خضخضة اهتزازات متكررة ممكن يصاب. عازفين بيانو دائما بشكل دائم بشد اعصابه كثير، مثل الكمبيوتر اللي دائما عم تشتغل على الكمبيوتر زي مش محاسبة استخدام الكمبيوتر إلى آخره. الحمل عامل مؤهب جدا لهالسبب، والحمل يجي عند النساء أكيد ما يجي عند الرجال، لهالسبب عند النساء أكثر. فالحمل كثير حوامل بيجون أثناء الحمل بسبب بصير وزني حقيقة بهالمنطقة تتورم شوي تنفخ يعني، فبصير عندها عصب. بس هي الوحيدة إلا طولي بالك لا تعملي عملية لتولدي بالسلامة، لأنه 90% بعد ولادة تتراجع الأعراض. نعم. فالحمل عامل مؤهب. السكر شائع كثير، مرضى السكريين بصير في عندهم متلازمة نفق الرسوب. في بعض الأمراض نسميها الاستقلابية، مثلا أمراض نادرة مثلا الداء النشواني، قصور الغدة الدرقية اللي عندها، وهذا مش عند النساء أكثر كثير، محظوظين نحن بالنفق بكل شيء. بصير عندهم نسيب وزمة مخاطية بنسميه وزمة، فبنضغط العصب. في بعض الأمراض بالنخامة، مثلا ورم النخامة عامل داء بنسميه ضخامة النهايات، بيفرز هرمون معين اسمه الجي اتش بيعمل نفق رسوب. حالات رضية يعني عواقب كسر، في مثلا صار مريض حادث رض ساعده كسر العظم الحمصي إلى آخره، ممكن اندمل الكسر، هذول عظام صغيرة 14 عظم صغار اندمل بشكل اندمال معي، ممكن مع المستقبل يشكل مثل دشبز يعني فرط تنمو عظمي بيضغط على العصب. آخر شيء الحوادث الجنائية، يعني بيجي واحد بنشوفه أنه بده حاولة انتحار فبيمسك سكين مثلا وبيعمل هالضرب فبيقطع العصب مع الشرايين يعني. نعم دكتور، ايضا يمكن بختام حديثنا معك لازم نعرف هيك ونعرف مشاهدينا، حكينا شوي عن الاسباب عن الدراسات، تمام العلاج هلا دكتور؟ هلا العلاج بكل بساطه حقيقه هو في شيء نسميه علاج محافظ وعلاج جراحي. العلاج المحافظ الحالات البسيطه، يعني المريض او المريضه ما كثير مزعوجه عم تحمل الالم والخدر، تاخذ بعض المسكنات، وشائع جدا الابره الحمراء، الفيتامينات، ناخذ نوروبيو، ناخذ بيكوبلكس، ناخذهم بتخفف شوي الاعراض. نعم. في بعض الادويه المساعده، ففي كثير ناس بيقول لك انا على الادويه عم ارتاح، هم انه يلسوا مشدد نسميها جبيره حقيقه، هالجبيره هي بتثبت حركه المفصل فممكن تساعدهم، ولكن اذا في حالات شديده وخاصه ما يسمى صار في ضمور عضلي، لانه مشكله المرض ممكن يعمل ضمور العضلات، هي العضله هي ما عاد فيها الانتفاخ راح صار ضمور عضلي، لا ما عاد عم تتاذى العضله هون، فبيقول لازم نعمل عمل جراحي. والعمل الجراحي جدا بسيط، عباره عن 10 دقائق بالكثير، عمليه بتاخذ عن 10 دقائق 10 دقائق تخدير موضعي. حلو. تخدير موضعي مريض صحيان بيعمل عمليه جراحي فحلها بسيط جدا. العمل الجراحي طحنا هذا القيد حكينا عنه، بنفتح عليه بنقصه فبيتحرر العصب انتهت العملية. طيب العلاج الفيزيائي ممكن يكون له فائدة ببعض الحالات؟ ممكن يخفف بس ما بيروح الانتقاط. نعم. طيب بختام حديثنا يعني بدنا نشكر وجودك معنا دكتور جهاد، دائما بتعطينا المعلومات المفيدة وبطريقة بسيطة، شكرا لك. اهلا وسهلا فيك دكتور جهاد، كمان ايضا لازم يكون لنا وقفات ثانيه لاعراض وامراض ممكن تحدث بشكل شائع، شكرا لك معنا. شكرا لك.